اليوم الريح ما سيفعل ما سيفعل يمرور مازال في عن طابع الخطورة مازال في طابع الخطورة مازال ضربة جزاء ضربة جزاء للرجل ضربة جزاء للرجل هنا هنا الضغط هنا الخطأ ديال الضغط ضربة جزاء كاين انما الضغط كم يمكنه اللاعب تطواني ياخذ اي حل اخر انما هنا الضغط هنا الضغط الحكم قريب من العملية ضربة جزاء الكرة توضع في نقطة 11 متر غير شادو الإعادة غير شادو الإعادة هنا الحكم قوة الحكم قريب قريب من الحكم غير شادو ذلك هنا 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 الملحاوي ضربة جزاء واضحة ضربة جزاء واضحة مشى بيون افون مشى بيون افون صالحي قريب الحكم لاحظوا التمدد الحكم ضربة جزاء يعني يمكن عنده السؤالية انما قريب قريب هنا 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 ركيز 26 سنة الهدف فات الوعيد الحكم يأمر كل لاعبين بمغادرة المستطيل مغادرة المعترك المتولي ينطلق المتولي 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 أوه. المتولي فعلها المتولي فعلها أشهر لعيب هذه المقابلة يمكن قول ثلاثة أربعة المركب الرياضي محمد الخامس مشتعلة الهستيريا تعوم المدرجات الهستيريا تعوم المدرجات فيما الآلاف من الأنصار الطوفان الأخضر هنا في مركب رياضي محمد خالد الدربدان هدوء الذي يسبق العاصفة المتولي على طريقة لعب الكبار على طريقة لعب الكبار رسالة أخرى من هذا الفتى الوعيد بأن أنا أعتبره أحسن لاعب خط وسط في الدوري المغربي لكرة القدم أعتبر المتولي أحسن ممرر أحسن صانع ألعاب في الدوري المغربي لكرة القدم أثبت ذلك اليوم تشعل المدرجات تشعل الشعوب الحارقة الحناجر تصدح باسم الرجاء فيما ذهول وصمت رهيب يعم الفراش الأيسر في مركب الرياضي محمد الخامس حيث يتواجد تقريبا 15,000 مناصر لفريق مريم تطواني صورة رائعة إلى زميلي النورتي بمعول إعطاء صورة لأنصار فريق الرجاء فهذا الطوفان الأخضر الهادر وراء مرمى الحارس النسوي الرجاء تقدم 1-0 في لقاء يحبس الأنفاس في يستطيع أبدا أن يتابع لقاءات الرجاء هنا في مركب الرياضي محمد خالد الدربدان صورة أمامكم غنية عن كل تعليق وكأني في ماراكانا في سان سيرو في كبار نوكم ببرشلونة برنابيو بمدريد إنما هذه صورة أسطورية هذا ملعب أسطوري جمهور رائع ما بيدي أقرب للصالحي ما بيدي يحاول المراوغة عنده إمكانات يصنع الحدث يمرر يمرر أوه! البلاك تورنون كل سبورتسوك بلاك تورنون البلاك تورنون ديال فوز البنزرتي هنا مدرب مشرب مدرب داهية ما بغيت تسبق الأحداث هي السيريا وسيناريو سيناريو مثير ولا مركب رياضي محمد خالد الدربدان ما بيديك الرجل الإفريقي الساحرة يعطي كرة مليمترية ارتقاء الكبار بورتسوك ارتقاء الكبار يودع كرة كالشد داخل مرمى البنزرتي هذا مدرب داهية هذا مدرب لاحظوا ماذا يفعل شوف ما بيديك خلى منتخب بلاده إفريقيا الوسطى مع غينيا بيساو وعطى العسل والشد وكرة مليمترية هذا بورسو يستفيق من ثباته ويشعل فتي المقابلة ويعيد التوازن النفسي له بعد غياب طويل الرجاء تقدم بجوز صفر هذا الاستثناء التاريخي والهستيري كما حاولت نعبر يعني صور غنية عن كل تعليق هنا بمركب رياضي ينسل يمزهون فرح مسرور فرحة هارمة العنصر الرجاء وهستيريا ويعني سكوت يعني مطبق وسكون مطبق لأنصار فريق مغرب تطوان في هذه المقابلة الرجاء تقدم بجوز صفر بعد مرور 36 دقيقة أدخنة متطايرة وشهب حارقة والآلاف من يعني الأصوات متعالية ترفع من معنويات الجرين بويز أو النسور الخضر هذا هو الاسم التاريخي للرجاء نقول الرجاء لازمة الرجاء يقبل هذه المقابلة البطولة الرجاوية والمونديال يطوع عينيا ملحاوي من جديد جحو مشى 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 المتولي بوحدو يلزمو المؤازرة يلزمو المؤازرة يراوغ بشكل اللي بغا يراو يعني يحسب كورته بشكل صحيح يمر لعند بورسو بورسو ما سيفعل يمر جميلة عند عادل الكاروشي عادل الكاروشي صناعة معلم صناعة يعني سيناريست يعني فنان يعني التمريرات والطريقه بس سدد الكروشي ورجل اليسرى ساحره انما كروشه وسدد بالرجل اليمنى تابع المقابله تابع التسديده اليوسفي انما الله غالب الله غالب الهدف الثالث
الهدف التالي تاول هيسيرة عمود الرجال. الهيسيرة عمود الرجال ويستمر تلقين التونسي فوزي البنزرتي للدرس الشرس على مستوى الأداء والتلقين وكيف يتعامل مع المقابلة. وعزيز العمري بعينين جاحظتين يتابع ولا يصدق ما يتابع، لا يصدق ما يتابع، لا يصدق من يتابع في هذا المقابل. إذن زكريا الهاشمي يوقع الهدف الثالث للرجاء والهستيريا تريبلات ثلاثية تاريخية هنا انفجار يمكن نقول بهذه العبارة، البركان الرجاوي ينفجر في المقابلة على مستوى الأداء الجماهيري على مستوى عطاء النزول الخضر يعني الجرين ايجلز هذا واسمهم يعني لازمة الرجاوية في هذه المقابلة البطولة الرجاوية والمونديال اللي تعيش المنطقة الخلفية لفرق مغربي تطواني. هذا الضغط يولد الأخطاء، واش اللي حصل الآن؟ واش اللي حصل الآن؟ فرصة فرصة تولي المقابلة، فارس هذه المقابلة ومصر هذه المقابلة. المتولي رسائل مشفرة متواصلة، ماذا تريد أن أصنع؟ أنا أقول لا أرمي الكلام علوي، كل اللاعبين أصدقائي وأتمنى لهم كل التوفيق، إنما الاستثناء هو هذا اللاعب، هذا اللاعب الأيقونة للرجاء، هذا اللاعب مارد الرجاء، فارس الرجاء، عريس الرجاء، كمبيوتر الرجاء، موزع الرجاء، إنه بخلاصة لاعب متكامل. 4-0 انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، انهارت تطوان تماما وفوز البنزرتي يلقن درسا شرسا لعزيز العمري. هنا المدربون الكبار يكبرون في المقابلة الكبيرة لما تريد انتدابه فرق كبيرة. أنا لا أحب المدربين الذين يتحدثون كثير، يتحدثون بالخطط بالتكتيك بالأداء بالفعالية، وشرك ينطبق على فوز البنزرتي. هو انطوائي منعزل خارج تغطية، لا يريد الأضواء، إنما أضواءه اشتعلت بأقدام اللاعبين، والمصباح هو هذا المارد، هو هذا المايسترو، هو هذا المبدع. الزكي أو فاخر أو غيره من المدربين سيلقوا منا كل الدعم لا مشروط لرفع المعنويات والهمم لنكون في الموعد في مستقبل استحقاقات الرياضية القادمة. هذه رسالة كذلك اللاعبين في الدوري المغربي كرة القدم للاجتهاد والرفع من الوتيرة، ولا أعتقد أن الزكي سيسقط من ذاكرته أي لاعب شهيد سيعطي الإضافة. كرة للرجاء وحاول التمرير، فرصة لحافظي، حافظي الكاروجي ختامها مس 5-0. انهيار 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 فريق، انهيار فريق 5-0. يمكن نقول الان كل انظار المغرب تطواني بلي غادروا الملعب. 5-0 درس شرس ودرس قاسي ودرس نموذج في كرة القدم قدمه فوزي البنزرتي ولاعب الرجاء في هذه المقابلة. الفرق الكبيرة تكبر في المقابلة الكبيرة، والرجاء كما قلت لما جاء دوب فارق 13 نقطة جاء من كوكب آخر، جاء من كوكب آخر، رحلة مكوكية تقوده لمقابلة تاريخية الأحد القادم بملعب الثلاثين بأسابيع. 5-0 5-0 فوزي البنزرتي، ابتسامته تجي تحكي، ابتسامته تحكي، هدوءه يحكي، الكبار لا يتغيرون، لا يتغيرون فيما